السلام عليكم، أسعد الله صباحكم كل خير. صباح الخير، صباح الورد على الجميع. يا هلا والله وسهلا فيكم. ومن معرض السبر كار كل يوم ما شاء الله تبارك الله دائما يبدعون لنا في سيارات اللي يجيبونها، مثل ما شفتوا السيارة اللي قبل أمس صورناها لكم. اللي متابع معاي في اليوتيوب فبيعرف السيارات اللي نزلناها. اليوم إن شاء الله بتكون تغطيتي على تقريبا 4 سيارات إلى 5، من ضمنها سيارة واحدة منزلين عليها عرض جدا جميل ما تلقاه بالسوق. تقريبا الأسعار اللي موجودة بالسوق أغلى من السعر اللي بنزل لكم إياه الآن. انتظروا التغطية وبتشوفون السيارة اللي متوين عليها عرض، ومن بعدها باخذ لكم لفة على كذا سيارة. وأي شيء تبغونه من معرض السبر بتلقون بالوصف تحت، تضغط على الوصف تحت زي السهم جاي على اليسار أو على اليمين، تضغط عليه بيطلع لك أرقام التواصل الخاصة لمعرض السبر. كذلك نفس الشيء معرض السبر متعاونين مع أكثر من شركات وبنوك للتقسيط، فإذا حاب تشتري أي سيارة بالتقسيط تقدر أنك تتواصل مع المعرض ويخلصون لك كل إجراءات. هذه السيارة اللي أنا تكلمت لكم عنها أنها بتكون عليها عرض جدا جميل من السبر كار، BMX6. ما شاء الله تبارك الله. طبعا شوفوا هذه أغلب المواصفات الموجودة فيها. محركها 3000 سي سي، 6 سلندر، الجير أوتوماتيك من 8 سرعات، نظام تثبيت، فتح السيارة بالريموت، أبواب بصمة، تشغيل بصمة، نافيجيشن، نقط عمياء، تحديد مسار، كاميرا خلفية، أوتو هولد، أوتو بارك، أبل كار بلاي، تدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، سقف بانوراما، إضاءة داخلية متعددة الألوان، وضعيات القيادة متعددة، مقاعد أمامية كهربائية، نظام ذاكرة حفظ المقاعد، إقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم بالمقود، تكاية خلفية بحاملات أكواب، فتحات مكيف خلفية، مراية جانبية كهربائية، اتصال USB ومدخل الأوكس والبلوتوث. سعر السيارة هنا 443,000، وبعد الخصم اللي هم حاطين العرض 437,000 ريال شامل الضريبة. فعندكم السعر اللي مكتوب هنا 443، لكن بعد العرض والخصم اللي هم حاطينه ب 437 ريال، 437,000، آسف، 437,000 ريال شامل الضريبة. طبعا متعدد، عندك لونين تقدر تختار اللي موجود عندهم حاليا، لونين، اللون الخارجي نفسه اللون الأزرق هذا، لكن الداخلية عندك هنا باللون الأحمر، وفي داخلية باللون الجملي، فاللي أنت تختاره متوفر عندهم في معرض السبر كار. شوفوا جمالية السيارة ما شاء الله تبارك الله. كت الأم طبعا، إشارة بالمرايات، الدخول بالبصمة، هذه كفاءة الطاقة 3000 سي سي 6 سلندر، دفع رباعي مستمر، الجيرتوماتيك تمشيك 12.5 كيلو لتر الواحد، البنزين 91 بتقدير ممتاز، ستائر جانبية موجودة فيها. يعني سيارة ما يحتاج أني أحكي عنها، X6 سيارة جميلة جدا من فئة الكوب اللي ما له حل فعلا. يعني ما شاء الله تبارك. وجبنا لكم مفتاح السيارة علشان نوريكم الداخلية الجميلة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. تقدر تفتح الشنطة من هنا، تخزين لوضعية المرتبة السايق، وتقدر تتحكم في مرتبة الراكب من هنا. التحكمات اللي موجودة هنا للمرايات الجانبية، قفل مركزي موجود على البابين كاملة، مثبت السرعة، تحكم دركسون، شفتر للقيادة الجير العادي، تحكم الدركسون الكهربائي. شوفوا ما شاء الله هنا التحكم بالإضاءات الخارجية كاملة، الجير كريستالي جميل، هنا التحكم بالفار الخاص بالشاشة، وهنا الأزرار مانع الانزلاق والحساسات والستارت ستوب والتشغيل السيارة، وضعيات القيادة كاملة والبريك الإلكتروني ما شاء الله. هذه الشاشة هنا، مراية، نظام تعتيم، سقف تقريبا شبه بانوراما، مراتب باللون الأحمر أو العنابي الغامق، هذه الخلفية، ستاير جانبية يدوية طبعا ما شاء الله تبارك الله.
منافذ تايب سي موجودة على المرتبتين. هنا تحكم بالتكييف الخلفي، مكان للتخزين، هنا منفذ 12 فولت موجود، تكييف مستقل خاص للمرتبة الخلفية، تكايل بالنص، نظام الأزوفكس الخاص بمقاعد الأطفال، إضاءة بالسقف، تعليقة موجودة هنا، إرباقات ما شاء الله بكل مكان. هنا التحكم الخاص بمرتبة السائق، جدا فخم، سيارة فخمة. طبعا اعطونا رايكم للي مجربين للسيارة هذه، اكتبوا لنا في التعليقات ايش اداء السيارة، ايش رايكم فيها. هذه من جهة الراكب، لا يفوتكم العرض عليها ب 437,000 شامل الضريبة. هذا سعرها الأساسي، وبعد العرض ب 437,000 شامل الضريبة، بس قولوا لهم من طرف متعب السعد وما يقصرون معاكم بإذن الله. نجي للسيارة الثانية، فيات الإكس كروس 500، هذه تقريبا السعر جدا مناسب على حجمها، ففي ناس كثير شفتهم برا بالشارع مستخدمينها صراحة. خلنا نشوف الإضاءات حقتها، شوفوا هذا الليد النهاري، كشافات ضباب، حساسات أمامية، الإضاءة LED. هذه السيارة فيات إكس 500، ماكينة 4 سلندر، 1400 سي سي، 140 حصان، دفع أمامي، مراية خارجية كهربائية، جناح خلفي، تحكم ثنائي في التكييف، أنوار محيطية، مقاعد قماش، تشغيل بصمة، دخول ذكي، أنوار أمامية LED، كشافات أمامية، حساسات أمامية، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، إشارة المراية، تحكم دركسون، مثبت سرعة بلوتوث، ومخارج اليو اس بي والأوكس، والجنوط مقاس 18. سعر السيارة ب 91,000 شامل الضريبة. للي يدور سيارات بهذا السعر وما يبغى يعني كثير ناس تجي تدخل علي مثلا بالسناب تقول لي أبغى سيارة ما هي صينية ولا كورية ولا مدري إيش، طيب هذه السيارة إيطالية وبسعر 91,000، يعني تحت 100 ومرتبة وأنيقة، فيات إيطالية، فهذا خيارك. تمشك 18.9 كيلو للتر الواحد بتقدير ممتاز بلس، دفع أمامي 1400 سي سي. هذا شكلها، طبعا تجيك حجم أكبر من الصغيرة هذيك، يعني اللي توقع أنه الفيات فيها فئة واحدة، لا فيها أكثر من فئة، فعندكم هذه الصغيرة بنجيها بعد شوي، لكن هذه الفئة الأكبر كأوسع حجم وتخزين بنفس الوقت. هذه مساحة التخزين الخاصة بالسيارة، بإمكانك تصفط المراتب اللي بالنص تعطيك مساحة أكبر. فيها إضاءة للشنطة، وهذه الاستبنة المؤقتة الموجودة فيها، طبعا فتح الشنطة وتقفيلتها يدوي، وهنا الكاميرا الخلفية موجودة هنا بحساسات خلفية. هذه الداخلية حقتها جاية باللون الأسود، جلد مع قماش بنفس الوقت، نظام الأزوفكس خاص بمقاعد الأطفال، ما فيها تكييف خلفي، لكن حجم السيارة صغير، أتوقع أنه بيكفي للتكييف الأمامي. عندكم إرباقات جانبية موجود فيها، دخول بضغطة زر، تشغيل بضغطة زر، تحكم قفل الأبواب، قفل القزاز، القزاز الأمامي فقط أوتو. عندكم هنا التحكم بالإضاءات كاملة الخارجية، ترفعها وتنزلها على راحتك. هنا التحكمات اللي موجودة، بسم الله خلينا نركب. وهذه التحكمات اللي موجودة، تحكم بالطبلون، رد وغلاق المكالمات، وهنا مثبت السرعة، وهذا الطبلون الخاص فيها. شوفوا ما شاء الله، أنا نوريكم شكل الطبلون. شاشة هنا موجودة، نظام الستارت ستوب لتوفير البنزين،
هذه التحكمات اللي موجودة للتكييف، منافذ USB، زر الحساسات، مكان تخزين بسيط مع الولاعة، وهذا الجير ما شاء الله تبارك الله، بريك إلكتروني، مكان للأكواب 2، هنا عندك مكان تخزين 1، وهنا برضو تخزين، فالدروج عندك موجودة. ميزة جميلة صراحة، أبدعوا. سنتر لوك قفل للأبواب برضو من جهة الراكب، فهذه جدا جميلة. دائما أتمنى أنه كل السيارات تكون فيها حركة تقفيل الأبواب عن جهة الركاب. التكاية اللي بالنص جلد، هذا مكان تخزين بسيط، عليها علامة 500، الرباقات الجانبية، رباقين برضو للسائق وللراكب. صراحة حجمها مناسب جدا، سيارة حلوة. وهنا المراية بنظام التعتيم، الإضاءات هنا هالوجين. ما شاء الله، مراية بإضاءة جهة الراكب، ومراية بإضاءة جهة السائق نفس الشيء. بسم الله، حبيت والله الحجم حقها صراحة على السعر. هذا مفتاح السيارة، فتح وقفل الأبواب وفتح الشنطة، جميلة. سيارة إيطالية فيات، طبعا الوكيل بترومين حاليا، بحكم أننا تكلمنا عن الفيات هذيك فمرة واحدة بنغطي لكم الفيات الثنتين. أنا قد صورتها وجربت السيارة هذه بتغطية، لو رجعتوا للقناة عندي بتلقون في تغطية للفيات بتجربتي لها، لكن خلنا نقول لكم عن الثنتين هذه. هنا عندك الفيات 500، لكن كشف، تقدر انك تفتح السقف كشف بنفس الوقت، اللي هنا هذه لا، فتحة سقف عادية، تعتبر كأنها بانوراما مثل ما تشوفون هنا، ها فتحة سقف عادية، لكن اللي هنا كشف كامل تنفتح لحد تقريبا النص. هذه سيارة الشو أنا أسميها، راعي مشاوير صغيرة، أنت إنسان تبي تكشخ بسيارة إيطالية اقتصادية بنفس الوقت، موفرة للبنزين، سيارة كشخة جميلة مرتبة. عندك واحد من عيالك يبغى يشتري سيارة وبسعر على قولتهم مقبول ومناسب على حجم السيارة، بنفس الوقت كشخة، يعني مو مثلا سيارة تقول عادية، لا تعتبر فيات إيطالية، الناس جالسة تشخص فيها صراحة، فالشو حقها مرة مرة يعجبني، سيارة شو فعلا. يعني إذا اخترت ألوان حلوة، هذا اللون أنا عاجبني، اللونين جميل جدا، طالع عليها شيء خرافي صراحة. طبعا سعر السيارة هذه اللي هي تعتبر بفتحة السقف العادية، سعرها 79,000 شامل الضريبة. هذه المواصفات اللي فيها، عندك 4 سلندر، 1400 سي سي توربو، 100 حصان، فتحة سقف بانوراما، دفع أمامي، مراية كهربائية، جناح خلفي، زجاج كهربائي، عجلة قيادة رياضية، مصابيح LED، أضواء LED، كشافات ضباب، حساسات خلفية، مراتب جلد مع قماش طبعا، نظام بلوتوث، أوكس، USB، عدد 6 سماعات، إشارات في المراية، نظام مكابح للانغلاق ABS، نظام التحكم الديناميكي في المركبة، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات. هذا شكل السيارة كامل، وسعرها 79,000 شامل الضريبة. الإضاءات هنا، كشافات الضباب اللي موجودة فيها، LED نهاري في العدسة هذه، شوفوا هنا كفاءة الطاقة 18.6 كيلو اللتر الواحد، بتقدير ممتاز بلس، بنزين 95. هذا شكلها الخلفي، حساسات خلفية ما شاء الله تبارك الله. هنا هذه داخلية السيارة، تحكم بالقزاز، المراية الجانبية، لكن تفتح القزاز بالنص من هناك. هذه الأوامر الصوتية ورد وإغلاق المكالمات من هنا، والتحكم بالشاشة الوسطية اللي موجودة هنا، شوفوا هنا. طبعا فيها نظامين وضعيات قيادة، يا العادية يا السبورت من الزر هذا فقط. هذه التحكمات بالتكييف، هنا الجير، هذا اللي تفتح فيه القزاز الجانبي،
فيها نظام المانوال، البريك يدوي طبعا، هنا منفذ يو اس بي، وهنا الولاعة، مكان للأكواب اثنين، المراتب جاي مكتوب عليها الخمسمية، الارباقات الجانبية موجودة طبعا، هنا جلد، هنا جلد وهنا قماش، هنا جلد وهنا قماش، فمقسمة ما بين الجلد والقماش. هذا السقف حقها تقريبا تكفي 4 أشخاص، 2 هنا إذا كانوا نحاف ولا هم طوال فبتكفي، تعطي مساحة أكبر للي وراء، لكن إذا كانوا طوال اللي موجودين راكبين قدام أتوقع ما تكفي إلا صغار أحجام صغيرة، يعني طولها 160 وتحت بتكفي من وراء، لكن تعتبر سيارة حقت شخصين تمشون فيها صراحة، فجدا جميلة. طبعا هذه نفس الشيء بنفس المواصفات، دقيقة بس عشان نحاول نفتح لكم إياها. هذه شوفوا شكلها نفس الشيء طبعا، السي 500، لكن بيفرق معاكم إن الموضوع كشف داخلية، طبعا الألوان فرقت معاكم، شوفوا التركسون جايب لون الأبيض مع الطبلون، طالع الشكل جميل مرة. هذه طبعا جاي علشان لون السيارة من برا، فلو اخترت لون ثاني بيكون لون السيارة من جوا باين. هذا السقف كامل شوفوا مسكر، بحاول اني اشغلها وافتحها لكم. هذه الكشف، اشوف فتحت لكم اياها الحين، شوف الحد وين توقف، اتوقع انها تنفتح زيادة. أيوة شوفوا شلون تنفتح لحد آخر شيء، شوفوا القزازة وين، القزازة الخلفية اختفت هنا تحت، فيصير الشكل كذا، شكل جميل مرتب مع الأجواء الجميلة، إبداع صراحة بتصير. طبعا تقدر تقسم الفتحة على كيفك، يعني كذا الحين شوفوا القزازة طلعت، هذه وضعية الحين كذا واحدة، لو ضغطت زيادة بينفتح نفس الشيء، فتقدر تفتحها كذا أو تفتحها بشكل كامل. طبعا الزرين من هنا تتسكر كاملة، صراحة جميلة. خلنا نسكر السيارة، هذا شكل الطبلون طبعا عشان يكون واضح لكم، هذه الشاشة شوف الشكل كامل كيف بيكون. طبعا تشغيل مفتاح، تشغيل سيارة مفتاح، حتى دخولك بالسيارة يا عن طريق المفتاح يا بالريموت كنترول من هنا، فتقفل وتفتح من هنا. هذه سعر السيارة الكشف، هذه مواصفاتها، سعر السيارة ب 86,500 شامل الضريبة، 86,500 الكشف، والعادية اللي هي فتحة السقف ب 79,000 شامل الضريبة. كذا صورنا لكم الفيات هذه العادية، وهنا الكشف، وهناك الفيات اللي أكبر منهم تعتبر بالحجم، سعرها ب 91,000، فشوفوا ايش تختار من هالثلاث، وسيارة إيطالية، وهذه تعتبر السيارة الخامسة، هيونداي الانترا، فئة تقريبا تعتبر الستاندر من ماكينة ال 1600 سي سي. أنا جبت لكم هذه ليش؟ لأنها مقاربة للأسعار الفيات اللي أنا صورتها للثلاث كلها كاملة، ف عندك الخيارات، يا تختار هذه يا تختار الفيات الإيطالية. فعندك هنا الهونداي الانترا 4 سلندر 1600 سي سي، ناقل حركة 6 سرعات، وهذه تقريبا جميع مواصفاتها علشان تكون واضحة لكم. سعر السيارة 83,950 ريال شامل الضريبة.
كفاءه الطاقه 19.8 كيلو لتر الواحد بتقدير ممتاز بلس. الجير سي في تي 1600 سي سي دفع امامي 2023 موديلها هيونداي الانترا. طبعا الاعلان حساسات خلفيه طبعا بدون كاميرا فقط مواصفاتها حساسات خلفيه. الباقي تقريبا عندكم هنا فيها مثبت سرعه ورد واغلاق المكالمات. بجيب المفتاح وتشوفون. طبعا هذا مفتاح سياره فتح قفل الابواب فتح الشنطه. هاي نفتح لكم السياره تشوفون تحكم قفل القزاز تحكم قفل الابواب تحكم بالمرايات الجانبيه مانع الانزلاق موجود فيها رد واغلاق المكالمات والتحكم بالعداد الطبلون بنفس الوقت فيها مثبت السرعه. هذا شكل الطبلون لفئه الستاندر الار بي ام وعداد السرعه والبنزين. هنا شاشه صغيره طبعا مسجل بيكون اكيد بلوتوث هنا فقط. هذا التحكم والتكييف منفذ 12 فولت للولاعه برضه يو اس بي مكان تخزين بسيط. الجير هنا عندكم نظام الدرايف مود موجود فيها. البريك يدوي الكوب هولدرز تكايه بالنص فيها منفذ يو اس بي. هنا المرايه عاديه طبعا الاضاءه هالوجين. فيها تكايه خلفيه نظام الايزوفكس الخاص بمقاعد الاطفال وتكييف خلفي. اللي حاب سياره اقتصاديه بتكون هذه برضو من ضمن الخيارات. تكييف خلفي مثبت سرعه حساسات خلفيه جدا جميله. للتاكيد هذا سعر السياره 83950 ريال شامل الضريبه. طبعا انا حبيت اصور لكم الخمس سيارات هذه بشكل مبدئي، لكن المعرض ما شاء الله تبارك الله مثل ما تشوفون الان مليان سيارات. فاي شيء تبغاه من ناحيه اي سياره تخطر على بالك تواصل مع الارقام اللي راح احط لكم اياها تحت في قناه الوصف. في مكان الوصف في الارقام خاصه بالمندوبين تقدر تتواصل معاهم وتختار السياره اللي انت تبغاها وتتواصل معاهم. يعطونك الاسعار كذلك متعاملين مع اكثر من البنوك والشركات للتقسيط. معرض السبر كار طريق خريص الرياض بعد دوار الاحساء بالقرب من جي اي سي موتر. لو تبغى تبحث عنه في جوجل ماب اكتب شركة السبر للسيارات طريق خريص راح يطلع لك في جوجل ماب مباشره.